تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. نقل موقع لبنان ديبيت عن مصادره أن أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري يشارك في البزار الانتخابي من بوابة تزكية أسماء ورفض أخرى، وقد ساهم الحريري بتطهير إحدى الشخصيات الشمالية البارزة واستبدالها بأخرى مقربة منه. ويضيف الموقع: تقول مصادر التيار إن الشيخ أحمد هو أبرز المتمردين على قرار الرئيس سعد الحريري، وهذا الدور يلعبه أيضاً رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد الهاشمية ولو بدرجة أقل من أحمد الحريري الذي يجيد اللعبة السياسية. من جهته، وضع أمين عام التيار الأزرق في تغريدة عبر تويتر هذه المعلومات ضمن إطار الكلام في الإعلام للتسويق الانتخابي ودق الأسافين، وأضاف: لا تمرد ولا من يحزنون، نحن خارج الانتخابات وملتزمون بقرار الرئيس سعد الحريري والبيئة حكي، وهو ما أكده منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى في اتصال مع الجديد. إذا ما في تيار مستقبل بيبطل عنده شغل، وبالتالي مضطر دائما يختلق ويفبرك خبريات عن تيار المستقبل يقدر يضل عم يشتغل. يعني للأسف يعني كل قرار رئيس سعد الحريري وتعميم تيار المستقبل، البعض ما زال مصر أنه يقحم تيار المستقبل بتفاصيل انتخابية هو ما له علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد. المعادلة واضحة: تيار المستقبل برئيسه وأمينه العام وأعضائه ملتزمين بقرار رئيس سعد الحريري. وأكد موسى أن أي حديث أو معلومات عن تدخل تيار المستقبل في الاستحقاق الانتخابي المقبل هو كذب، وأي كلام آخر هو كلام ما بيركب على أوس صح، هو كلام كذب، كلام خالي من أي معلومات، خصوصاً أنه أغلب الكلام اللي عم يكتب ما في أي معلومة، هو مجرد حكي وخبريات على طريقة نسوان الفرن لا أكثر ولا أقل. وبالتالي فهناك احتمالان: أولهما أن تيار المستقبل يحاول الدخول إعلامياً إلى الساحة الانتخابية، أو أن هناك من يريد إيهام الناس بأن التيار لن ينسحب كما قال رئيسه سابقاً.